كل شيء بش يتبدل في عالم السي بي يوز. خلينا نشوفها ليش من بعد الانترو. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في فيديو باش نحكيو فيه على AMD Ryzen السي بي يوز الجدد متاع AMD اللي مصنوعين بالارشيتكتور زين. وقبل ما نتعمق في الكلام اكثر باش نحاول نفهمكم على شنو باش نحكي برانسيبال. السي بي يو هو اختصار الكلمة Central Processing Unit واللي هو بالفرنسي البروسيسور. وباش نبسط لكم اكثر باش شنو وظيفته في الاورديناتور، هو كيما نقولوا احنا المخ متاع الاورديناتور، هو اللي يعمل لي كالكول، هو اللي السبب باش يحط بروجرام يخدم اسرع. يعني بصفه عامه مثلا تلقى بروسيسور اي 7 كي تخدم في الفيغاس مثلا، وتو بروسيسور اي 3 الاي 7 تلقاه يروندي الفيديو في دقيقتين وقت اللي الاي 3 يروندي في درجين ولا في ربع ساعه. كي الفرق يعني بروسيسور اذكى من الاخر. في اخر 7 سنين انتل كانت مسيطره على الماجوريتي نتاع المارشي نتاع لي بروسيسور، وقت اللي اي ام دي عمال التالي المبيعات نتاعها ديما التالي، وهذا اللي خلى انتل بلغتنا احنا ترتا وحدها. والاسوام نتاع لي بروسيسور نتاع انتل قادوا كل عام يتزادوا وعمال القدام، وقت اللي اي ام دي في الجينيراسيون نتاعها القدم الكل كانوا لي بروسيسور نتاعها ما عطاو حتى كونكورنس كونتر الانتل. دونك قادت انتل تبريسي لي بروسيسور نتاعها كيما تحب. ولي جينيراسيون القدم نتاع اي ام دي الكل كانوا الاوفر كلوكينغ نتاعهم تعب، يعني كي باش توفر كلوك البروسيسور وتوصلوا 4.2 جيجا هرتز ولا حاجه هكاك البروسيسور يسخن برشا، وهذا اللي يخلي اللايف سبان نتاع البروسيسور تنقص برشا. واقوى بروسيسور عند اي ام دي كان بعيد برشا حتى على اضعف اي 7 عند انتل. واحنا كمستعملين ضرينا برشا من الحكايه هذه. انتل في لي 7 جينيراسيون تاعها نتاع البروسيسور تشوف مثلا 7 جينيراسيون تاخذ بروسيسور كيما نقولوا الانتل 6700K، وتاخذ اي 7 من 3 جينيراسيون كيما نقولوا 3770K من 3 جينيراسيون. تجي تقارنهم مع بعضهم تشوف لي بنش مارك نتاعهم تلقى انه الفرق في الجيمينج نحكي معناتها حتى في من غير ما نحكيوش برشا على ديتينغ خاطر فما فرق صغير هكاك، اما نحكيو برينسيبالمون هنا جيمينج جيمينج بيرفورمانس. جيت قارنو معناتها تركب جي تي اكس 1080 مثلا تركبها مع الاي 7 3 جينيراسيون مع الاي 7 7 جينيراسيون، وتجي تقارن تلقى بريسك ما فماش فرق خاطر الاي 7 3 جينيراسيون ما يعملش حتى بوتلنيك. حتى كي تركب له مثلا جي تي اكس 1080 توب اوف ذا لاين يحطت ماكسي وما يمثلش عائق ليها. يعني من الاخر انتل استغلت الوضع هذا، ودونك كي تلقى الفلوس داخله وقت اللي هي ماشي قاعده تصرف على الزينوفاسيون تاع الارشيتكتور نتاعها، يعني الانجينيور نتاعها قاعدوا يطوروا دوبلاش معناتها كل جينيراسيون يطوروا شويه. مثلا سكاي ليك كيبي ليك نقولوا 5% ولا 10% خير في بيرفورمانس، ودونك البيرفورمانس ما تقويش قاعدة تتقوى هكا دوبلاش كل جينيراسيون وبرا. وانتل هوني انا نعطيها الحق خاطر الشركة في الاخر تلوج على الربح، واذا كان يصرفوا شوية ويربحوا برشا خير من يصرفوا برشا ويربحوا برشا معناها باللوجيك. ونشوف انه الزينوفاسيون كانوا جوست في الـ في الـ مش في الديسكتوب جريد، يعني مش على لي بروسيسور اللي يركبوا على لي بي سي فيكس نتاعنا. الزينوفاسيون كانوا في لي بروسيسور نتاع لي بي سي بورتابل كيما الواي سيريز واليو سيريز اللي نلقاهم في لي بي سي بورتابل الجدد الكل. علاش؟ خاطر هيكم افيشنت اكثر في الكورون، يعني يستهلكوا اقل كورون، وهكا اللي يعطي باتري لايف خير للي بي سي بورتابل. نرجع للرايزن السي بي يوز هذوما هما ثلاثه تنحكيو عليهم بعد. من اقوى موديل الاضعف موديل يجيو ب 8 كورز، وقت اللي انتل السي بي يو الوحيد عندها اللي هو 8 كور تويكا هو 6900K اللي سومو 1000 دولار معناها 2,300,000 جوست على سي بي يو. وقت اللي اي ام دي المنافس نتاع ال 6900K عند اي ام دي هو ال 1800X اللي يجي في سوم 500 دولار، معناها شطر 6900K. والضربه فيش البرفورمانس نتاع ال 1800X خير من 6900K ب 9% راه ماهمش شويه معناها في بروسيسور بعديك ماهمش شويه. وممكن وهذايا وقت اللي الانتل اوفر كلوكت والاي ام دي ماهوش اوفر كلوكت معناها 9% تنجم تتقوى. الغريب اكثر في الحكايه انه انتل في السيتيم جينيراسيون تاعها اللي هي الكي بي ليك ما عندها حتى بروسيسور 8 كور. البروسيسور اقوى بروسيسور عندها تويكا هو 7700K اللي سومه 350 دولار، وهو كوات كور. وقت اللي الرايزن الكل 1700 و 1700X وال 1800X
الكلهم 8 كورس عبارة معناها انتل جيل قول ببليك ومعلم راو ما تسحقش 8 كور كوات كور يزي في البركة معناها شوليت انت بشوري عندك 8 كور وبعد تجي تقص عليها AMD تقولها واع صابر يشبيك 8 كور للناس الكل وباش ترسوم وحك سنيك بالبي قبل ما ترقد معناها فوق لايف AMD داخلة زادمة ديركت عبارة راب باتل وباش تشنحها AMD وهذا الكل overclocking خير بولو ما خاطر فما تكنولوجي في بالي اسمها XFR والله نسيت بالضبط ديجا ما حضرتهاش في السكريبت وفي بالي معنى الاوفركلوكينج خير يعني البرفورمانس نتاع الهيتينج يسخن اقل يعني البروسيسور عنده لايف سبان خير دونك بوم بوم انتل مزمر عليك الرايزن سي بي يوز هما ثلاثة واللي هما 1700 اللي سومو 329 دولار البيس كلوك نتاعو 3.0 ويبوستي حتى 3.7 جيجا هرتز و 1700X سومو 399 دولار ويبدأ من 3.4 حتى يكشي 3.8 جيجا هرتز يبوست البيس كلوك 3.4 ويبوستي 3.8 وأقوى واحد هو 1800X اللي يبدأ من 3.6 جيجا هرتز ويبوستي 4.0 وسومو 499 دولار تويكا نتعدي ونحكيه شوية بنشماركس يعني شدوا البروسيسور هذوما الكل تستيهم بدي بروغرام كما سيني بنش اللي هو بروغرام يتستي قوة البروسيسور والفيتاس متاعه باش يناليزي تصويرة ويخرجها يعمل روندي متاعها وبروغرامات اخرين معناه توك عندك باش نفهمكم كيفاش تستيهم برسيبالمو شدوا 6900K رميوا معه 1800X معناه زوز ميكينات نفس حاولوا لماكسيموم يكونوا نفس الميكينات جوست معناه فرق في البروسيسور كهو وشدوا معنا عملوا تيست متاع سيني بنش والبروغرامات هذوما الكل قاو فما فرق متاع 9% وقت اللي الانتل اوفركلوكت وال AMD ماهوش اوفركلوك جست في البوست كلوك متاعو وكاهو وبعد شدوا ال 1800 مش 1700X و 6800K متاع انتل اللي سوم 425 دولار كونت البروسيسور سوم 399 معنا ديفيرونس متاع 25 دولار دونك عملوا التيست نتاعهم ولقاو 39% ديفيرونس معناتها ارخص وبرسك شطر بيرفورمانس خير وفي الاخر ال 1700 تستاوه كونتر 7700K اللي هو الاندستري ستاندرد بالنسبه للزونتوزياست نتاع الجيمينغ الكل معناها هذا البروسيسور نقولوا يستحقوا اي جيمر معناها باش يماكسي الكارت جرافيك نتاعو معناها اي كارت جرافيك ترمي معاه معناتها مش باش يعمل بوتلنيك جمله دونك في التيست هذا ال 1700 غلب ب 7700K 49% بيرفورمانس معلم معناها شطر معناها واو بالحق معناها اكثر من 20 دولار ديفيرونس في السوم ومعنى اكثر مشطر فرق في البرفورمانس وهذا بالنسبه لي البروسيسور اللي اذا كان صح ان شاء الله نشريه انا معناها نحكي على روحي ممكن 1700X كان نجبت ديجا ماهوش الفرق الكبير بيناتهم خاطر جوست ال 1700X فيه كارت نتاع اوفركلوك خير معناها سوتد فور اوفركلوكينغ خير والرياكسيون تاع انتل بعد هذا الكل بعد البومبا اللي عملتها AMD الهايب هذي الكل ديركت انتل تلزت عملت برايس دروب للبروسيسورات بتاعها الكل من الـ i7-6950X طيحت وحتى كشي للبنتيوم الكل قصوره مسوي معنا في بالي اللي نتفكروا الـ 6900K اللي قلت لكم بألف دولار كان سوم 1300 دولار ثلاثة أيام التالي دجا معنا طيحوله في الأسوان خاطر انتل بشتاكل كبوت كبير بكيابته الرايزن سي بي يوز على حسب لي بيرفورمانس اللي قالتهم AMD وهذه حاجه تفرح برشا بون برشا انتل فان بويز نعرف ومكرزين وكل اما انا نحكي على روحي مانيش فان بوي اللي بيرفورمي خير ناخذه تويكا بالنسبه لي حاجه تفرح خاطر انتل تويكا سي ماش ترتع وحده في المارشي باش تتلز انها تطيح في الاسوام وباش تولي كومبيتيسيون بيناتهم من الجينيراسيون الجايه نتاع انتل متعرفش عليه ممكن تويكا الكيبيلي كاسوام الكل تطيح اما ما نتصورش انتل باش تعمل الحكايه هذه خاطر نقولوا شركه بخشه ما تحبش تطيح من قدرها وتقول لك نعمل على الكوميونيتي نتاعي ومعناها والفان بويز نتاعي من الاخر بون رمارك صغيرة بالنسبة لجميع الهايب تولي عملوا بري اوردر اللي نعرف هما كعبة ولزوز في تونس نحكي بصفة عامة اللي عملوا بري اوردر وهايب تيسر للرايزن سي بيوز
راكم غالطين، خاطر ما لازمش تاخذ الكلام تاع اي ام دي ديريكتومون هكاك ومعناها تامن به. هو صحيح معناها اي ام دي الماركتينغ نتاعها المره صحيح وطياره على الاخر، خاطر جابت اليوتيوبرز، جابت لي سيت نتاع ريفيوز وكل معناها خدمت معهم ديريكتومون. ديجا اي ام دي قويه برشا في الحكايه هذه نتاع الماركتينغ، ونتصور نجحت ووصلت لبرشا عباد ان رايزن اقوى من انتل تويكا واقوى من كي بي ليك نتاع انتل. اما قبل ما تاخذ الحكايه هذه مسلمه هكاك، من راي انه الواحد لازم يستنى اليوتيوبرز كي يجيهم للبيرو نتاعهم للاستوديو نتاعهم باش يتستيو الرايزن بالباهي ان ديبث، يعطيوك البنش ماركس، يعطيوك الستابيليتي، يعطيوك الاوفر كلوكينغ كابابيليتيز، قدام فولت يوصل تحمل الشيبسيت هذه، الاي ام 4 شنو رايهم فيها، لي زوبسيون نتاعها حاصيلو، يعطيوك الفول ايمج على الرايزن. هذه رمكه صغيره حبيت نقولها هكا. دونك كان هذا راي على AMD Ryzen CPUs. I'm so hyped على الشيبسات هذه الجديدة الAM4 والRyzen ككل، خاطر تويك المرشي باش ينوض وباش تصير فما كومبيتيشن بين AMD وإنتل، وما زالت الفيجا بالنسبة للجي بي يوز نتاعها باش تضرب انفيديا. دونك هذا كله باهي والمصلحة البي سي يوزر، خاطر الأسوان باش تطيح وبرفورمانس خير كيما في التليفونات تويك، معناتها التليفونات عمال يتحسنوا والأسوان مالوريزمون ماهمش قاعدين يطيحوا. حاصلوا كانت هذه رأي على AMD Ryzen. كان معكم أحمد كاب، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في أقرب وقت، مش في شهر ونص ولا في شهرين. حاصلوا.